مباشرة معنا من الرياض دكتور بندر العصيمي الباحث في علم الفيروسات التنفسية. دكتور بندر شكرا لوجودك معنا، وإذا تذكر آخر يعني استضافناك فيها عبر هذا المنبر MBC في أسبوع، قلت لك إن شاء الله ما راح تجي الاستضافة الجاية إلا وفي أخبار مبشرة عن اللقاحات. الآن البداية مع المجموعة من اللقاحات اللي وصلت لمرحلة التجارب السريرية الثالثة. سؤالي، ما الذي تحاول هالجهات البحثية أنها تثبته في هكذا تجارب؟ أهلا وسهلا. نعم بإذن الله النتائج كلها مبشرة وواعدة، ونتطلع بإذن الله إلى أن يكون القادم أجمل. هناك الآن 165 لقاح، كلها طور التجربة، دخل منها 26 لقاحا لمراحل التجارب السريرية. كما تعرفون هناك ثلاث مراحل للتجارب السريرية. المرحلة الأولى أن يجرب اللقاح على عشرات الأشخاص، ثم المرحلة الثانية على مئات الأشخاص، ثم المرحلة الثالثة يجرب اللقاح على آلاف الأشخاص. صحيح. إجابة على سؤالك، ما يحاول الإجابة عليه هي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول مثلا، هل هناك أي سمية لهذا اللقاح؟ السؤال الثاني، ما هي الجرعة المناسبة لهذا اللقاح؟ السؤال الثالث مثلا، نتحدث عن هل أنتج الجسم أجساما مضادة ضد هذا اللقاح، وما هي كمية هذه الأجسام المضادة؟ السؤال الرابع المهم، هل هناك أي أعراض جانبية نتجت عن هذا اللقاح؟ صحيح. كل هذه الأسئلة مهمة جدا، وتعطي بشارات وانطباعات جيدة أن هذا اللقاح واعد جدا وفي طريقه إلى الشفاء. ممكن نتحدث مثلا عن لقاح موديرنا الأمريكي. هذا اللقاح أيضا نشرت له ورقة علمية قبل أسبوعين تقريبا، تحدثت عن الجرعة المناسبة. جربوا ثلاث أنواع من الجرعات، الأولى 100 ميكروغرام، والثانية تقريبا 25 ميكروغرام، والثالثة كانت 200. وجدوا أن الجرعة الوسطية اللي هي 100 ميكروغرام كانت مناسبة جدا، وأعطت استجابة مناعية كافية جدا. إذا ما تم إضافة جرعة إضافية بعد 4 أسابيع، بمعنى أنه إذا حقن بالمرة الأولى ننتظر حتى 4 أسابيع ثم يحقن المتطوع بجرعة تعزيزية. هذه الجرعة التعزيزية تعطي استجابة مناعية أكبر. وهكذا كل ما أثبتت الدراسات السريرية نتائجا واعدة أكثر، كل ما كانت البشارات أكبر. هذه تقريبا أجمل بشارات. من البشارات أيضا أن هناك مجموعة من المشاركات في المنطقة حولنا، نتحدث عن 3 لقاحات من تركيا وعن 4 في مصر. اللقاحات الأربعة في مصر لا زالت في مرحلة ما قبل السريرية، ولكن بإذن الله هناك حراك علمي كبير جدا، ونتطلع بإذن الله أن يكون اللقاح هو المنقذ والذي سيخرجنا من هذه الأزمة بإذن الله تعالى. طب دكتور بندر، يعني نبقى في البشارات وأيضا الأخبار، كل يوم نسمع مجموعة جديدة من هذه الأخبار، وأيضا تعاقدات تجارية من شركات الأدوية والجامعات والمراكز البحثية. فنحن كيف نقدر نفرق بين الأخبار الصحيحة وبين الأخبار الغير صحيحة؟ سؤال جدا مهم وجدا جميل، واللي أعجبني حقيقة في التغريد قبل قليل، أو عفوا في التقرير قبل قليل، أنكم ذكرتوا دراستين سريريتين نشرت أبحاثهما في اللانست، واحدة من أكبر المجلات العلمية الراقية. نعرف نستطيع أن نفرق بين مثلا ما ينشر إعلاميا عن طريق مثلا المجموعات الإخبارية أو الإعلام أو ما يكتب بأيدي صحفية، وبين ما يكتب بأيدي علمية وينشر في أوراق علمية في مجلات علمية محكمة. يكون هنا الفرق. عندما مثلا نقرأ في مجلات علمية محكمة عن نتائج سريرية مرت على مجموعة من المحكمين من الأطباء ومن الباحثين في العلم مثلا المختص، نطمئن كمجتمع علمي أن هذه مثلا التجارب صادقة ووصلت لمرحلة كبيرة جدا من المصداقية ودرجة عالية من الموثوقية، لذلك نشرت في تلك المجلات. فما بين صراع شركات الأدوية والذراع الاستثماري والرغبة الاستثمارية، وما بين المصداقية العلمية في المراكز البحثية والجامعات، يحدث هنا البون الشاسع في الحقيقة. والمعول الأساسي هو النشر العلمي في مجلات علمية محكمة. هذه في الحقيقة هي الإجابة الأفضل. طيب دكتور بندر، يعني احنا ضعنا بصراحة ما بين الشركات، ما بين المعاهد والمراكز البحثية، وما بين كل من هب ودب قاعد يعطينا نتائج وطبعا أحداث عن ماذا وصل إليه هذا اللقاح. حقيقة
الضجة الإعلامية صارت أكبر حتى في أمريكا في بريطانيا، وفي المقابل إحنا ما قاعدين نسمع أي ضجة من الصين رغم وجود 8 لقاحات واعدة وحتى في شراكة كبيرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. السؤال، وش اللي يرجح نجاح الصين عن غيرها من هالدول؟ أي نعم، في الحقيقة إن كان من ميول وإن كان عندي يعني فلوس سأستثمر سأضع مالي في الصين لعدة أسباب. السبب الأول، الصين بدأت مبكرا، بدأت في شهر فبراير الماضي قبل كل العالم، أغلب الشركات الأخرى سواء أمريكية أو حتى أوروبية كلها بدأت متأخرا في إبريل، فالصين بدأت في فبراير. الأمر الثاني، إجراء التجارب السريرية في الصين سهل جدا لوجود الملايين من البشر هناك، فالإجراء التجارب سيكون أسهل. نتحدث أيضا عن الصين أنها نشرت في مجلات علمية راقية، كل نتائجها كانت واعدة. الأمر الرابع الذي في الحقيقة يطمئننا أكثر، أن الصين نشرت هذه التجارب وكانت على مجموعة من الحيوانات، فأعطت أيضا درجة من المصداقية. النموذج الذي تستخدمه الصين هو النموذج الموهن من اللقاح. النموذج الموهن هو عبارة عن أو الانكتيفيتد فاكسين، هو نفس الفيروس ولكنه تعرض لمجموعة معينة من المؤثرات مثل الكيميائية والإشعاعية، أو حتى مثلا أن يتم استزراع الفيروس لمراحل كبيرة في المختبر حتى تحصل نسخة مشوهة من هذا الفيروس. هذه النسخة هي التي تستخدم كلقاح. بينما لما ننظر مثلا للقاح موديرنا الأمريكي نجد أنه تجربة في تصنيع اللقاح جديدة جدا لم يسبق لها العالم، حتى الأمريكان أنفسهم سمعت من بعض التقارير أنهم لن يقبلوا أن يحقنوا بهذا اللقاح لأنها تجربة لم يسبق لها من قبل. بنفس الطريقة مثلا اللقاح البريطاني من جامعة أوكسفورد هو عبارة عن قالب فيروسي سبقا طبق من قبل، ولكن لازلت أميل للأسباب الأربعة السابقة إلى أن اللقاحات الصينية الثمانية اثنان منها الآن واعدة، أحدهما في مرحلة التجارب السريرية الثالثة، والآخر أيضا انتقل لمرحلة الموافقات، كلها بإذن الله واعدة. كما ذكرت أنت قبل قليل، الإمارات تعاقدت مع شركة سينوفارم وبدأت بتطعيم 5000 شخص من أصل 15000 شخص، كلهم سيشاركون في مراحل التجارب السريرية الثالثة من دولة الإمارات العربية المتحدة. كان يتقدمهم الشيخ عبد الله مدير إدارة الصحة في دبي، عبد الله الحامد. فبإذن الله اللقاحات الصينية واعدة جدا، ومن الجميل جدا أن يلتفت لها وأن يكون لها أيضا مزيد من الاهتمام الإعلامي. كالعادة طبعا دكتور بندر دائما الحديث معك يثرينا بمعلومات جديدة ما كنا نعرف عنها، فشكرا لضيفنا من الرياض الدكتور بندر العصيمي الباحث في علم الفيروسات التنفسية.